Salam alaikum. Vous avez du café ici? Parfait, bah écoutez. Salam alaikum. Est-ce que je peux avoir un café s'il vous plaît? C'est possible? Café au lait, ouais, s'il vous plaît, ouais. Ouais, café noir, je... Comment? Emporté? Ouais, emporté, ouais, s'il vous plaît. Ouais, je supporte pas trop le café noir. Non, allez, allez. We can eat? Yes, okay. I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Okay, let's try. Okay. It's delicious. Okay. Let's go. Shukran bezaf. Bislama. Shukran. اليوتيوبر الفرنسي في شفشاون هنا. اوكي خلينا نشوفه ونترجم لكم. صلوا على نبينا محمد. اليوتيوبر تي بي جونز فرنسي قال لهم حان وقت مغادرة شفشاون، نخرج من هذا الباب الأحمر. قال لهم هذه أماكن جميلة جدا صراحة، يعني قال لهم ما كاش يعني أمور جد مهمة أن نصورها، يعني هناك طبيعة المحلات ومطاعم في هذا المدينة صورناها، الآن ينطلق إلى المغامرة. أوكي. قال لهم يعني ننصحكم بالقدوم إلى هنا لأنها مطنيقة جميلة جدا. قال لهم يوم سيكون يوم كبير، سنأخذ سيارة الكليو المركونة في باركينج بعيد نوعا ما عن هنا. سنحاول الذهاب إلى طنجة. اوكي. قال لك طريق طنجة. قال لك سنحاول ايجاد امور مهمة في هذا الطريق. قال لك سنكتشف نوعا ما المناطق الموجودة في المغرب العميق. قال لك سنتوقف يعني بدون اي بروجرام، نتوقف هكذا اون فري ستايل. اوكي. قال لهم لا ادري اين اتوقف، ساخذ السيارة وانطلق. كانوا منظروا الى هنا، يعني هذا الزقة الصغيرة جدا في شفشاون جميلة جدا، المعروفة بالمدينة الزرقاء. قال لك أعتقد أنك تفهم لماذا. قال لك كاين هذا اللون الأزرق، يعني ألوان الأزرق المختلفة، أزرق داكن، أزرق بارد. أوكي. قال لك هذا اللون الأزرق داكن أكثر، المهم كاين مختلف أنواع اللون الأزرق. قال لك هذه المدينة جميلة جدا جميلة جدا. قال لك لمرة أخرى لا يوجد أمر طبيعة الحال يعني نقدر نغامروا فيه ونقدر نصوروه. أنا أحاول يخترع كلمة. قال لك سننطلق الآن نحو السيارة، نتمنى أنه الفيديو يعجبك. قال لك سأشرب قهوة قبل الانطلاق لأنه عندي طريق طويل. قال لك سأجد مقهى لأخذ قهوة هنا عفوا. أوكي. قال لهم يلا نذهب. مشاهدة ممتعة. أوكي. قال لهم المدينة يعني جميلة جدا، ستيلي، يعني عندها ستايل خاص في وسط الجبال. السلام عليكم. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver du café? Vous avez du café ici? Parfait, bah écoutez. قال له أنا أبحث عن محل فيه القهوة. قال لهم مرحبا. السلام عليكم. Est-ce que je peux avoir un café s'il vous plaît? C'est possible? Café au lait, ouais, s'il vous plaît, ouais. قالوا كافي بالحليب. كومون؟ وي امبورتي وي سوبر. قالوا امبورتي. شال؟ سمعت. سالي كومبيان سا؟ سانتيغ. اوكي. بور فو سوبر. ميرسي بوكو. قالوا مرحبا بك. سيما. بونسوار. قال له القهوة ساخنة جدا. قال له ساخنة جدا القهوة هذه. قال لك سننتظر قليلا لتذوقها. قال لك انظر معي، هذه المدينة فيها يعني صعود ونزول، وفقط السكان اللي يسكنوا هنا عندهم قال لك عندهم أقدام قوية لأن الطريق نوعا ما صعد. قال لهم كليو هذه السيارة التي قام بكرائها. قال لك نتمنى أنه راح تكون يعني في نشاط هنا في هذا اليوم.
قال لك عندي علاقه نوعا ما خاصه مع القهوه. قال لك عكس الكثير من الاشخاص. قال لك كاس واحد يكفيني. قال لك اذا ما شربت اكثر قال لك يعني ساتعرض ل طبيعه حل العرق والرعشه. قال لك كاني تحت تاثير المخدرات. قال له يعني نسيت اني اضع سكر. قال لك قهوه قويه. وقال لك لي نكتشف هذه المناطق الموجوده في قلب او في اعماق المغرب. يعني يكتشف المناطق الغير سياحيه اللي ما عندهاش يعني اقبال كثير. قلت توقفت سيارتي هناك. قلت قال لك شفت هذا المسجد الجميل في وسط الطريق هذا هنا. يعني راه ينطق في الاسم صراحه ما عرفش اسم مسجد بني عاصم. قال لك شوف هذا المسجد جمال جدا. قال لك يعني في الفيلاجات او القرى الصغيره ما كاش يعني مساجد كبيره مثل هذه، ولكن قال لك هذا المسجد جميل جدا في هذه القريه. قال لك اتمنى انه تكون فيه يعني نشاط في هذه القريه. قال لك البيوت هنا ايضا مثل شفشاون معظمها فيها لون ازرق. قال لك كاين كل اطفال صغار ياتون الى هنا. قال لهم اطفال صغار يتبعوني. قال لك هناك محلات صغيره مغلوقة. قال لك احنا رانا في وسط الجبال هنا. اعتقد انه هو في يوم الجمعة يعني الاجواء يعني تكون نائمة، الاشخاص كلهم يكونوا نايمين. هنا يتكلم على البنايات، طريقة بنائها بطبيعة الحال. قال لهم احاول ايجاد السكان هنا. شكرا بيزيف. قال لهم كيف اسمكم؟ قال لهم كيف اسمكم؟ هنا تكلموا مع الاطفال. اه راح يتكلم معهم. هنا تكلم مع بالاسبانيه هذاك الطفل. هablas español؟ español؟ sí؟ poquito؟ français؟ non؟ non pas du tout؟ nada؟ english؟ arabe؟ شويه. اه ما je parle un peu. vous habitez tous ici؟ Vous habitez tous ici ? قال لهم سكنوا كامل هنا. قالوا له ايه. محمد ياسين خرس. محمد؟ محمد ياسين خرس. محمد ياسين خرس. اوكي اوكي اوكي. Et vous les gars, c'est comment ? C'est comment vos prénoms les gars ? Thibaut. 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 اوكي. Putain, ils sont trop mignons, ils sont tout. قال لهم راهم كامل حشمانين. On peut aller par là ? قال له ايه. On va faire un tour. Allez. قال لهم ساكتشف هنا هذا الازقه. سقساهم سالهم قال لهم هل ممكن ان يمشي من هنا؟ قالوا له وي. قال لهم هذا الازقه يعني طريقه قديمه وجميله جدا. قال لك شوف يعني مقاعد للباصات. اوكي يعني تخيل يعني جاء من فرنسا يدخل في وسط هذه الاحياء وهذه الازقه يعني في قلب القرى. قال لهم ما تعرفوش وين نقدر ناكل؟ Pas restaurant ? Oui. Ok, oui. Mais là, la poutine. Bon, il n'y a pas de restaurant, mais il y a des petits poulets. Malheureusement. Ah, quand on a des gens, on a des gens. Ok. Malheureusement, on va pas pouvoir les manger. Pas. Comment ? Non, français. Francia. Francia. Français. Français, quoi. Je parle français, ouais. Ah, il y a peut-être des gens qui peuvent nous conseiller. Salam alaikum. Les baisses, ça va ? You speak English ? قال له انا نهضر انجلي. يا اي سبيك انجلش. واتس يور نيم؟ واتس يور نيم؟ ماي نيم عادل. عادل. اوكي. تيبو. تيبو تيبو. تيبو تيبو. يو ليف هير؟ نايس تو ميت يو. قال له تسكن هنا؟ قال له سعيد بلقائك. يو ليف هير؟ قال له تسكن هنا؟ ام جوست فيزيتينغ. قال له ماذا تفعل هنا؟ قال له انا اكتشف. يا واز نير شفشاون. قال له كنت في شفشاون. قال له مرحبا. قال له بني عاصم. بني عاصم. اوكي اوكي. ما دو يو دو هير؟ يو ورك هير؟ يس. قال له انا اعمل هنا. قال له اعمل. قال له اعمل هنا. كيس كون بو فير ايسي؟ بني عاصم. قال له هذه بني عاصم. قال له لا يوجد اي شيء هنا، لا يوجد اي شيء للاكل. قال له انت جائع؟ قال له هل ممكن ناكل هنا؟ قال له هل انت جائع؟ قال له شويه. قال له انت جائع؟ زيت زيتون. زيت زيتون. قال له زيت زيتون.
اوكي قال له انت متفق اوكي قال له مرحبا بك قال له هذا بيتي قال له تسكن لوحدك قال له لا مع عائلتي قال له مع عائلتي قال له تريد ان تاكل قال له انت جائع قال له هي سهله سهله انا راح يدخل قال له هذا عملك ها عنده الزيتون قال له هل تفهم قال له مرحبا مرحبا قال له جميل جدا قال له هذا بيتكم قال له هذا للسياح قال له هناك اشخاص ينامون هنا قال له من قبل قال له الان لا قال له الان لا اوكي انا اعطى له كرسي طبيعه الحال الضيافه هنا بالصدفه في بولا يعني هذه ضيافه يعني الشاب هذا المغربي تدل على انه طيبه الناس يعني ما زالت موجوده الحمد لله وانسان تاخير قال له هل اكلت قال له هل اكلت فطور صباح قال له تكلم معي قال له قال له كليت فطور صباح قال له نعم قال له في عملي اه قال له في عمل زيت زيتون وشي هو يعمل في الزيتون اها قال له جميل جدا ديليسي قال له وصلتني زيت الزيتون اللي عندها لون جميل جدا قال له مرحبا يا اخي قال له تهضر عربي قال له نقدر ناكله قال له انا انتظرك قال له جميل طيب هذا الزيتون قال له الطعم قال له كل قال له الخبز ساخن خبز ساخن قال لك سنقوم بإدخاله في زيت الزيتون قال لك هذه هي زيت الزيتون الحقيقية قال له زيت قال له والله قال له دخلها جيدا في زيت الزيتون قال له كواليتي صراحة جوعوني أنا يعني بكل صراحة يعني إحنا عندنا هنا يعني حتى إحنا عندنا زيت زيتون يعني ونأكلها بهذه الطريقة يعني بالخبز زيت زيتون بالخبز قال لهم شهيدكم في الجنة بسم الله شكرا مازال شكرا مسلمة الوالدة طلبت منه أنه يتصور مع سيلفي للذكرى للذكرى ربي يحفظ الوالدة هذا الطفل هذا ويفرج على الطفل إن شاء الله لأنه استضاف شاب في بيت مسلمين بيت أشخاص يعني بالشيء اللي كاين وصدقني أنه الأجانب يعني بصفتي أنا يعني تعاشرت مع الأجانب لسنوات طويلة الأجانب قليل قليل جدا وين يديروا معك هذه الحركة وهذه اللقطة يعني أنهم يدخلوك للبيت هكا بصدفة ويوكلوك ويشربوك ويلاقوك مع العائلة قليل جدا خاصة إذا كنت أجنبي صدقني أنه قليل جدا خاصة في الوقت الحالي بين قوسين قلت قليل ولم أقل أبدا كاين بعض الأجانب وين يقدروا يدخلوك ويستضفوك ويتهلاو فيك ولكن قليل جدا بينما هنا أنا نتحدى تيبي أو تيبو يذهب إلى كل البيوت الموجودة في هذه القرية الكل قادرين يدخلوه ويوكلوه ويشربوه الحاضر أنا متأكد يعني في كامل البلدان المسلمة الحمد لله قال لهم الآن سنأخذ السيارة قال لهم استقبال كان جميل جدا قال له تريد أن أوصلك أي إلى مكان قال له تريد أن قال له أنت ذهب للعمل الآن قال له لا العمل خلاص قال له أنا أدخن مهم أخوت أعزائي المشاهدين هنا سنمر هنا نمر يعني فقط من أجل أمور أوكي قال له يعني هذاك الشاب
الشاب المغربي قال له يعني بإمكانك أن تبقى عندنا هذه الليلة. قال لك انظر إلى الطرقان الصغيرة. قال لك فيها حيوانات يعني في الطريق، كلاب مع الكباش. قال لهم هنا الحياة في الريف في لا كومبان. قال لك شوف هذا المنظر الجميل. قال لهم وصلنا إلى تنقوب. تنقوب تناكوب. قال له في وسط الجبال. قال له أنت فرنسي؟ قال له أنا فرنسي. قال له هل تعرف أين يوجد طبيعة حال بيوت الراحة يعني أو المراحيض؟ قال له في الكافي. قال له ما اسمك؟ جلال. قال له متشرفين جلال. قال له اذهب إلى الكافي. قال لك توقفت هنا لأني شربت كثير. قال لك أريد أن أذهب إلى المرحاض. عشاكم وعزكم الله. قال لك الآن سنذهب إلى المقهى هنا وسنحاول أن ندخل إلى المرحاض. يقول السلام عليكم للناس صراحة، يعني افشوا السلام بينكم. قال لك هناك علم المغرب. السلام عليكم. قال لهم قال لك دخلنا إلى مقهى تقليدي. قال له كان مرحاض؟ قال له من هنا. قال له هل ممكن استعملها؟ قال له نعم. أوكي. أوكي أعزكم الله أخوتي سامحوني، يعني صراحة إحنا ما نصوروش داخل المراحل. ولكن هو يعني صور كامل تجربته. قال لهم هذا ليس محل الأكل، هو يبحث عن مكان للأكل. قال لك هناك يعني يبيع أمور لا نأكلها. أنا يقول لهم السلام عليكم يفشي السنة. قال لهم لا أدري إلى أين سنذهب، ماذا سنفعل. قال لك اليوم يوم السبت. ويكند اليوم نهاية الأسبوع. قال لك لا أدري إذا ما لقينا هناك مسجد صغير هنا. قال لهم هنا لا أدري إن كان هناك أي أمر أقوم به. قال لك أشخاص هنا يعني بطبيعة الحال موجودين سواء في المقاهي أو يجتمعون مع أصدقائهم. قال لك أعتقد أنه ما كاش هناك محلات مفتوحة. قال لك يعني لما تسكن هنا يعني تسكن بطريقة جميلة، يعني عندك جو نظيف، أشخاص قلال تعرفهم. السلام عليكم. قال لك هنا محلات. هذه محلات أو هذه قارورات الغاز. قال لك لا أعتقد أن هناك محلات لما نذهب بعيد. قال لك الآن الوقت الساعة الرابعة مساء. قال لك توقفت هنا في هذه المدينة اللي تظهر كأنها كبيرة نوعا ما. قال لك سقت لمدة ساعة ونص تعبت. قال لك أحاول أني أقوم ببوز استراحة لأنه قيادة السيارة تتعبني. قال لك إذا موجود شيء هنا للأكل. قال لك لا أدري اسم المدينة، لا أعرف اسم المدينة. قال لك يعني الاسم كان غريب. قال له ما اسم المدينة هنا؟ قال القصر الكبير. القصر الكبير. القصر الكبير. قال لهم نحن في مدينة القصر الكبير. قال لك في جوجل ماب مكتوبة بالعربية وهو ما يعرفش يقرأ العربية. قال لك لا أدري ماذا سنقوم به هنا. قال لك كنت محتاج جدا للقيام بهذا التوقف.
قل لك المناظر تغيرت لأنه خرجنا من الريف أصبحنا في المدينة والجبال يعني اختفت أصبحنا في يعني في مناطق. قل لك شوف حتى في الأشجار هناك يعني فواكه. قل لك في كل الأشجار قل لك كأنها ليمون يعني اللي هو برتقال باللغة العربية. قال لك يعني تنمو هذه الأشجار بالطريقة. قال لك أنا محتاج الآن عصير عصير فواكه عصير فواكه. قال لك أنا الآن يعني الكافي يعني ذهب نوعا ما من الجسد تاعي. قال لك لما يدخل الكافي في جسدي يعني أشعر كأني لست مرتاح. أوكي هنا راه يتكلم على الأماكن الموجودة في المدينة. هنا قال لك لا توجد مطاعم هنا. أوكي قال لهم سنذهب من هناك. بطبيعة الحال قال لك أصور بطريقة عشوائية. السلام عليكم. لاباس صافا لي غا فو سافي اون بو مانجي مانجي ici مانجي واه Est-ce qu'il y a encore Par ici Tout droit là Ouais, sandwich. Par ici Galon. Ok, Alibaba. Ok, shukran bezef. Hana galoul ou le matam Alibaba. Ça donne envie. Galon fawaki ajbatni. Quel canal an في الوجهة المناسبة سنرى محل علي بابا. قال لك الآن شاف المشاوي. قال لك أعتقد أن هذه هي المشاوي التي كان يتكلم عليها. هنا يتكلم. السلام عليكم. لاباس. قال له واش عندكم هنا؟ قال له كفتة. اوكي دي بروشيت ايكوتي لي غان جو بونس اون وا بارتير شال شال فور دو بولي ça fait combien ça monsieur السلام عليكم لاباس قال له سي انترديت قال له ممنوع تصور شي فو اوكي يا با توسي alors اوكي شكرا merci beaucoup قال له شكرا قال له ممنوع التصوير قال له اوكي قال له سنذهب الى مكان اخر موجود فيه مسموح التسجيل التصوير عفوا. قال له يعني لاني لا اريد ان اكل في مكان لا اصور فيه. يعني من حق صاحب المحل انه يمنع التصوير ومن حق تيبو انه ياكل في مكان وين مسموح له التصوير. كل واحد يعني وحقه. انا قال لهم هذا امر عادي. قال لهم الان نحن في سوق صغير. قال لهم اتمنى انه هو ليس المطعم الوحيد. قال له قال لك لو كان هذا هو المطعم الوحيد في هذه المنطقة. قال لك هنا كاين زيتون الدجاج. قال لك مسكهم من الأقدام. قال لك هنا حلويات مخبزة ولكن أنا قال لك وجدت مكان مطعم صغير. قال له الموني بالعربية. قال له ما كانش بالفرنسية. قال له ماذا توجد؟ قال له عندنا الدجاج بالأرز والبطاطا المقلية أسماك متنوعة مرقاز. ورى له كل أنواع المأكولات الموجودة. قال له هذا كالمار؟ قال له اخذ ميكست اسماك. قال له ماذا يوجد مشروبات؟ قال له هنا. قال له ساخذ مشروب. قال له انا عطشان جدا. قال لهم قرارات كبيرة. قال لهم سأخذ كوكا هذه بهذه الطريقة. قال لهم هناك ناس المطعم ممتلئ.
كلام سأجلس هنا. أوكي. قال لهم هناك عدد كبير من الأشخاص في القاعة. أوكي. قال له شكرا. شكرا. قال لك أعتقد بأنه المنطقة شعبية هنا وفيه ناس كبير كثير. يعني هناك العديد من الناس يأكلون. هنا طالوا هذا الطبق. طبق ثاني في أسماك. قال له شكرا جزيلا. قال له شوف معايا هذا الطبق للأسماك المتنوعة. قال له متنوعة. قال له هناك يعني أمور متنوعة. قال له ما حطليش فرشات. قال له ها أعطاله الآن فرشات. أوكي. قال له الآن سنتذوق هذا. سنأكل كروفيت باليد. قال لك جميلة جدا. قال لك أنا أكل كل شيء. أوه. اوكي. قال لك جميلة جدا. قال لك كاين هذا السمكة. قال لك لا أدري ما هي. قال لك سمكة دائرية. قال لك غريبة. قال لك سأتذوق. قال لك هناك كثير من الأسماك في الطبق. قال لك لا أدري إذا ما كنت سأنجح بناء هذا الطبق. اوكي. قال لهم اللحمة جميلة. قال له لا أدري يعني أي سمك أي نوع من الأسماك. قال لهم سنأكل هذا. قال لهم بون أبيتي شاي طيبة. قال له لذيذ جدا. قال له أنت يوتيوبر. قال له إذا ما أردت قال له أعطيني اسم قناتك. قال له نعم ما في مشكل. اوكي. قال له هذا هو مطعم علي بابا 30 سنة. قال له أنت صاحب المحل. قال له فيس يعني الثاني بعد المالك. ربي يبارك له إن شاء الله في رزقه ويرزقنا من فضله إن شاء الله. قال له يعني شوف التقينا يعني بالصدفة. قال له مرحبا بك شكرا جزيلا. جميل شخص اللي يتعلم اللغات. يعني مهما كانت لغة إنجليزي عربي فرنسي أي كانت لغة. قال له يعني أكلت حوالي 8 يورو سعر الأسماك ومعروف أنه الأسماك غالية يعني هذا أمر عادي. قال له يعني بإمكاني أن أدفع ثمن هذا الأكلة كل يوم. قال له كان هناك كثير من الأمور في الطبق كان مملوء ممتلئ الطبق. قال له انظر هنا يعني الشمس ستغرب قريبا. قال لك أعتقد سأذهب من القصر الكبير وسنذهب إلى العراش. الله أعلم عن أي مدينة يتكلم. قال لهم هي ليست بعيدة. قال لهم أعتقد أني سأقضي الليلة هناك. قال لهم لا أريد أن أقود السيارة في الليل. قال لك سأخذ السيارة وسننطلق. قال لهم الساعة الآن الساعة 6:00. قال لهم وصلت إلى العراش. قال لهم انظروا معي هذا المنظر جميل جدا. قال لهم شوف معي هذا الغروب أحمر غروب الشمس أحمر. قال لك هنا وصلت الآن. قال لك لا أعرف أي شيء في هذه المدينة. قال لك تعبت جدا. قال لك القهوة هي التي ساعدتني اليوم. قال لك الأمر الذي سنقوم به سأذهب إلى السرير. قال لك سأحاول أن أعثر على فندق. قال لك لا أعرف إن كان هذا الأمر سهل. قال لك المدينة وكأنها يعني جميلة جدا. قال لك يعني الليل يقترب ما عندناش وقت للاكتشاف سنقطع الطريق. قال لهم أتمنى أن تكون هناك فنادق. قال لك أعتقد بأنها مدينة يعني متوسطة كبيرة يعني ليست صغيرة. المهم أعزائي المشاهدين إذا ما أردتم أن نتواصلوا مع الأجزاء الأخرى لهذا اليوتيوبر لأنه طلب يعني على مجموعة كثيرة من اليوتيوبرز يعني في بعض المرات نصور فيديو يعني ثم نصيب ذاك اليوتيوبر يعني يتكلم بطريقة يعني محترمة إلى آخره أحذف الفيديو. لذلك علقوا لي في الأسفل. وصراحة يعني هذا النوع من الفيديوهات خلينا نسافروا معه خاصة الناس اللي عايشين في الغربة. خلوا لي أراكم في التعليقات. صلوا على نبينا محمد وانشروا المقطع هذا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.